هذا الاحداث ديال هذا اللوكال اللي دخلتيه وهذيك اصلاحات بالصور هاي باش الشق اللي كان برا غريبه تعلم فرمشه تاعي النادي وابينا هو اللي كان مؤسسين ديال النادي وحنا بقينا على فهاد النادي يعني صافي من 60 دابا صار لها دور عام لهذا باش جانا النادي ما قابلنا باش نرتاحوا فينا حنايا ولا المنخرطين ولا الناس اللي جمعنا جداد سيرتو دابا نشوفوا لي جونيور لان المنظمه التنميه البشريه عطاتنا الحمد لله عطاتنا لي توني لي بول جهاز المقصف باش يكون عندنا واحد الدخل ان شاء الله اللي كوي يكون قارب بالنسبه لدوك الدوليد اللي يجوا عندنا باش نعلموهم القواعد ديال الكره الحديديه من اكثر زهيد بطبيعه الحال القواعد ديالها كامله حيت الكره الحديديه بدات تنظمت اش كانت كما قبل وبقى شي يخرجوا لي كونكور يشوفوا لي كونكور كيفاش يداروا وسيد رئيس لا ليغ راه على عيب لان عام 2017 بقى واحد جونيور من بوزنيقا ثاني بطل العالم جو بونس قمه المغرب في الشينوا هنا دابا ديال هادي بغينا حنا بوكوبا طلع حنا العريش عندنا واحد الخطه ديال وجهوين نقول باحث السلعه كنا دابا فيه الكومبيتيسيون اللي هي ديال كاس نسيره الحمد لله ونجحت واحد النجاح كبير ودير علاش هذا النجاح ديالها هو ان الرئيس ديال لاليك ديال الصحراء شكر جات رساله الشكر من عنده نتشكر من الناس العريش الكلوب ولا الساكنه ولا الاقليم ولا جماعه العريش حسن الكرم حسن الضيافه هذا الشيء وجعنا جانا واحد الطموح باش حنا نديرو ان شاء الله مدرسة دري الصغار الجونيور نعلمهم لي بول باش غادي نوصلو ان شاء الله بوكو با غادي يكون معنا جيش بطل عالي من هنا تخرج من المقر شرا هدف نادي الكرة الحديدية يمثل المغرب برا ان شاء الله باذن الله والجهود كامل ترجع للعامل صاحب الجلالة تنشكرو تنعاون نشكرو لان انسان طيب الترحية ديال التفادى لا هو ولا الناس ديال المبادرة الوطنية البشرية ولا تا الجماعات العرائش بطبيعة الحال والناس الاقليمي تيدعمونا على قد الحال لان العيش معروفه بوقيلا كثر ديال الجمعيات اللي تيخدم فيها وكاين مو ماشي كاين كثر الجمعيات الحمد لله خدمنا تنخدموا وباقي غادي نخدموا ان شاء الله وان شاء الله 2018
تنقول باذن الله كنا نديروا ان شاء الله واحد كوبيتو تكون انترناسيونال ساعه ما كتبش الله لان لان كاس المسيره اللي كان ثقيل على 2017 وسيت لا ليغا راه علم هذا الشيء هذا وكانت المبادره حتى هي جاني واحد تحت واحد لابورتي وكان شويه اوكي الحمد لله هذا الشيء ان شاء الله 2000 ان شاء الله 2019 تنقولوا مع رئيس لاليغا ان شاء الله نديروا بطوله تكون ان شاء الله عالميه هنا ان شاء الله ان شاء الله باذن الله دابا حاضر معنا ان شاء الله بيرسون وطريقة الجامعات راه موافق باش نديرو شراء شي بطولة عالمية لأن من شاف مقر ديال باحث السلاحة تنأكد باحث السلاحة كلشي عجبو هداك كلشي عجبو هداك الفضاء ومع العلم تنفرح قليلا لأن السيد سفر الرياضي كان عرضنا دوك الناس ديال الأفارقة العام هذا 2018 ومن بينهم حسيت العجب يقول من مطاشقة استنبوليست طبيعة الحال كانت هذيك الغداء بشراكه مع جماعه شكون الاثنين جماعه دارايش جماعه دارايش وكان هذوك بالنسبه لينا كانوا السفراء شرحنا لهم الحديديه شافوا التيران شافوا داك الشيء عجبهم الحال بالنسبه لينا حنا هذوك السفراء ربحناهم مشاو مشاو للدول الافريقيه تيعاودوا فوالا بلوكي ديال كيد الناس خاص نديها فاحش الكرم دونك حنا ربحنا هذيك الخطوه كتبقى ايجابيه بالنسبه للنادي وبالنسبه للعيشه وبالنسبه للمغرب الحمد لله وحنا العمل الجمعي راه عمل صعب لان واحد الشق لان انا بيني وبينكم راه تنخلي وقت العمل ديالي ووليداتي وتنقوم في النادي هذا ولا كلشي العلم لا المنخرطين ولا المكتب ولا كلشي اللي جاني باش نجي ندفع على الناس لا المكتب ولا المنخرطين يشجعني ويدعمني تيقول لي تبارك الله عليك بغيت نسالك حنايا هذا ولكن انت تبارك الله عليك ما نسالك هذا الشيء ويجعلني باش نزيد نكمل وان شاء الله هذا النادي هذا كما انا جابني كبار ولا حنا جبت ولدي وحدايا اولا تقريبا من الموضوع الوطنيات ولا تليفون نتمنى على الله حتى هو يجيب لي ولادو حيت الاجيال تتامر الاجيال ان شاء الله ويبقى لي كاع حنا ان شاء الله حنا ما نبقاوش تبقى الجيل على جيل كيما في هذا الافتتاح في هذه الشراكه اللي هي غادي تبقى في تاريخ الكره الحديديه بمدينه العرائش الاخوان الكرام اللي تشرفوا معنا سواء موظفين او عطور داخل الإقليم بمدينة العرائش كنشكرهم كنشكروا الجميع وكنبداو هذا الحفل بعد ما نسمعوا الكلمة في حق النادي وكنشكر باسم المنخرطين بعض أو الكل أظن أن الكل كان شاطرني الرأي كنشكر رئيس الجمعي النادي اللي بدا واحد المجهود فريمون كبير وحدت واحد تغيير كبير داخل هذا النادي وما نكرش الجهد اللي بذلوه اللي قبل منه اللي كانوا في اطار الاستمراريه ديال هذا النادي حيث ان الكره الحديديه مشهوره بمدينه العرائش منذ زمن بعيد منذ التسعينات نظمت كاس العرش وكانوا هنا ابطال تخرجوا من عندنا وحنا دابا في اطار الاستمراريه مشبرين المشعل بمؤازره مع رئيس النادي وكنشكر الجميع وكلمات السيد النائب الاول للرئيس العرائش السيد رئيس النادي الكره الحديديه بالعرائش السيد رئيس مسقط الشمال للكره الحديديه ضيفنا الكريم السيد رئيس النادي الكره الحديديه بطنجة السيد مدير معهد البحري بالعرائش الساده الاعضاء الكرام الصحافه المحليه بالكره مدورين سعيد جدا الحقيقة في هذا الافتتاح اللي سيعيد الروح أكيد واحد النادي اللي إحنا صغار وأطفال وكنجيو الخارج نفس السواعه دائما كانت في واحد رجاء عرائشية مع ذكرش الأسماء باش ما نسحب مرت هنا أجيال وأجيال ديال العرائشية الكرة الحديدية هي رياضة اللي في مدينة العرائش عندها واحد تواجد تاريخي كانت من الرياضات الشعبية اللي بغيتي تقول لي كانوا كيمارسوها بكثرة السكان مدينة العرائش المبادرة اليوم اللي بدعم السيد العميل المبادرة الوطنية لجماعة العرائش والمجلس الإقليمي وجميع الشركاء لإعادة الروح لهذا النادي هي تشجيع من هذه المؤسسات باش هذا النادي تا هو يولي يلعب ديك الدور ديالو في التهذيب ديال النفوس والحاق اشياء جديده بالممارسه ديال واحد الرياضه اللي مدينه العريش دائما كان عنده فيها واحد الصيت متميز اشكر السيد رئيس النادي على المجهود الشخصي حنا كنعرفوا اللي كيتحمل المسؤوليه في المغرب
كيتحمل واحد 90% وكسب واحد 10% اسمعوا هذا المكسب، ولكن لا بأس الإنسان يضحي بوقته ويضحي بماله ويضحي بجهده، ولكن ما كيشوف النتيجة كيعتبر بأن داك المجهود اللي عمل ما مشاش هباء منثورا. النادي دابا في حملة جديدة وأكيد سيستقطب منخرطين جدد ويمكن عائلات باش تجيب وليداتها وتدوز يوم ممتع. شكرا للجميع، شكرا لكل من ساهم في هذا التغير جديد. هذا ما يدل على شيء لأنه ماشي سهل باش يتغير في واحد الوقت عزيز، ولكن هذا الرغبة ديال المسؤول ديال النادي والطاقم اللي معاه، وكذلك المساعدة ديال الرئيس اللي هو المنظومة المحلية السيد العامل اللي حطنا معاه في الاجتماع في إطار الاحتضان ديال كأس المسيرة، ولاحظت في أنا رجل يعني دولة، رجل اللي كيحب الرياضة وفي عنده أشياء كثيرة وقف عليها في التحضير ديال كأس المسيرة، وفي عنده كان جا وكنحضرتها السيد في الجامعة، وكان طلب لطلب السيد العامل رئيس الجامعة أنه بغي يدير شي يعني كما قال السيد رئيس النادي شي مباراة دولية، وكان طلب مني فعلا رئيس الجامعة قال له ودي السيد العامل طلب نفسه نديرو شي حاجة. كنا بحق نبغيو نرجعو هاد السنة هذا، ولكن مع التغيير ديال التحضير ديال النادي نطلع إن شاء الله باش نوجدوه السنة المقبلة إن شاء الله غادي نديرو واحد الدوري فعلا في هذاك الفضاء اللي هو جميل، اللي حنا بالمناسبة غنديرو عالمي باش يعني كما الكمال للخطة السيد العامل مع السيد رئيس الجامعة، وهذا يعني الطلب اللي غن شاء الله نديرو. فأنا في حق جيت سعيد كما قلت بهذا الفضاء اللي هو جميل، وكنشكر السيد العامل والسلطات المحلية والمنظومة المحلية جميعا اللي ساعدوا من بعد قريب باش يولي هذا الفضاء جميل جدا، واللي كيزيد يعزز الأندية اللي حنا كنفتخروا تكون إن شاء الله الأندية في العصبة ديالنا الفضاء، لأن الفضاء اللي كان جميل غيستقطب لنا الممارسين، يستقطب لنا الناس كيجيبوا ولادهم، فضاء